السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الجزء الثاني من المحاضرة رقم 11 من مادة التقنيات العددية. أخذنا بالجزء الأول قبل قليل مقدمة عامة عن الـ Iterative Methods. تعلمنا كيف نتأكد إنها السيستم اللي معنا diagonally dominant وفهمنا شو يعني diagonally dominant. تعلمنا أيضا كيف نعيد ترتيب هاي المعادلات بحيث أكتبها على شكل x1 equals something x2 equals وهكذا. الآن الجزء اللي ظل بدنا نتعلم كيف جاكوبي بتعامل مع هاي التفاصيل. جاكوبي إيش بيحكي لنا؟ بيحكي لنا طيب إحنا مبدئياً كتبنا المعادلات على هذا الشكل الموجود منهم. إحنا كتبنا قبل شوي المعادلة الأولى على هذا الشكل، تلقائياً المعادلة الثانية والثالثة بنفس الطريقة تم كتابتها. بس الآن بدنا ننتبه لشغلة جوهرية وفعلياً هي الفرق الوحيد بين الجاكوبي ميثود والجاوس سايدل ميثود اللي هي الطريقة الثانية اللي راح نغطيها بعد شوي. هي الفرق الوحيد. لاحظوا معي هون. لإيجاد النكست إتريشن N بلس 1 بدنا نستخدم بنفس المعادلة البريفيوس إتريشن لX2 والبريفيوس إتريشن لX3. شو يعني؟ يعني بهاي المعادلة الأولى هو أول شيء أعطاني معلومة، حكى لي الانيشال ابروكسيميشن بالايتريشن زيرو، اعتبرها كلها ايش؟ زيروز. خلينا بس انتبهين انه احنا اتفقنا انه هذول غلط المسميات الموجودة هون، والاصل انهم يكونوا هاي انيشال او زيروث وهاي فيرست وهاي سكند، وبرضه طبعا كمل بنفس الطريقة التسمية، فكل عمود من هذول ايش اسمهم. طيب السؤال اعطاني انه الانيشيال فاليوز لكل الاكسز هم زيروز. طيب لما احكي انا فيرست اتريشن، لاحظوا ان زيرو، ان زيرو، ان بلس 1 الموجودة هون بتمثل ايش؟ 1. معناتها الفيرست اتريشن لاكس 1 كيف نحسبها؟ خليني المعادلة هاي يعني زي أعيد كتابتها هون أو نشوف كيف راح تصير. بدك تشوفها something like this، يعني x1 to 1 اللي هي الفيرست iteration. ايش بتساوي؟ بتساوي الرقم 1.833 plus 0.4 أو 4 threes. هون في عندي ايش؟ x2. هلا n plus 1 عوض محلها 1، n راح تكون 0. X2 بالزيروث iteration كم؟ زيرو. ناقص 0.1667 في مين؟ في X3. X3 to N. N iteration كم؟ إذا كانت N plus 1 هي 1، N زيرو. والإنيشيال أبروكسيميشن للX3 هي زيرو. طيب لاحظوا لو كتبنا هاي المعادلة المقدار الترم هذا راح يصير زيرو والترم هذا راح يصير زيرو لأنهم مضروبين في زيرو. فX1 الفيرست إتريشن إلها كم؟ 1.8333، وهذا فعلا اللي طلع معنا هون.
طب لو بدي احسب الثانيه اكس 2 بنفس الطريقه. خلينا نشوف اكس 2 هون كيف لازم تنحسب. لو بدي احسب اكس 2 بحكي هي عباره عن 0.7143. لاحظوا اكس 2 احنا بدنا نحسب لها الفيرست اتريشن، يعني العمود اللي فيه الفيرست اتريشن فاليوز. فراح استخدم البريفيوس اتريشن لمين؟ لاكس 1 واكس 3. يعني to be more specific علشان احسب الفاليو اللي طلعت معي هون بالنسبة لX2 بدي استخدم هاي القيمة هون وهاي القيمة بدي استخدمها هون. طب بالنسبة لX1 زي ما لاحظنا استخدمنا من X2 لبريفيوس فاليو، واستخدمنا من X3 ايضا لبريفيوس فاليو. وهذا اللي راح يصير دائما معنا. يعني مثلا لو بدي الفاليو هاي عشان احسبها، هاي طبعا هي فاليو لمين؟ لX3. بمعادلة X3 ايش موجود عندي؟ موجود عندي X1 من البريفيوس اتريشن و X2 من البريفيوس اتريشن. ففعليا انا راح استخدم لحساب X3 بهاي الاتريشن راح استخدم X1 الموجودة هون، راح استخدم X2 الموجودة هون، بالمعادلة بيطلع معي هاي وهكذا. طيب علشان نحسب هاي القيمة مثلا، هاي القيمة بتمثل X1 بالثيرد اتريشن، X1 بالثيرد اتريشن. لو رجعنا على عادلة الX1 بالثيرد اتريشن هي بتعتمد على الX2 بالسكند اتريشن والX3 بالسكند اتريشن. So قيم X1 ثيرد اتريشن هي راح استخدم فيها بمعادلتها هاي القيمة، وراح استخدم ايضا هاي القيمة من X2 ومن X3. And that's it. فإذا بدنا لو السؤال بده الفيرست اتريشن لإكس 1 مباشرة بتحكي لي هي عبارة عن الرقم اللي طلع معي هون وهو نفسه هذا الرقم، انتهى الحل. طيب لو طلب السكند اتريشن راح اضطر علشان احسب السكند اتريشن لإكس 1 راح اضطر اطلع السكند اتريشن لإكس 2 والسكند اتريشن لاكس 3 لاني محتاج استخدمهم واعوضهم بالمعادله تبعت اكس 1 عشان اطلع اكس 1 السكند اتريشن لها. فبكل مره انا بدي اطلع الايتريشن كاملين علشان انتقل خطوه للامام، بلزموني اطلعهم كلهم بعدين اعوض مثلا لايجاد اكس 3 بدي اعوض اكس 1 واكس 2 اللي موجوده بالبريفيوس اتريشن. اند ذاتس ات. هذا مثال موجود بين ايديكم، القيم موجوده بين ايديكم، تقدروا تدربوا حالكم، تمسكوا كالكوليتر وتمسكوا ورقه وتحسبوا. وتشوف دائما لازم تضل دائما ماشيين على نفس الايكويجنز هاي. بكل مره بدي احسب اتريشن مثلا اكس 1 بدي استخدم من اكس 2 واكس 3 لبريفيوس اتريشن. لX2 بدي استخدم من X1 وX3 لبريفيوس اتريشن وهكذا. هذا هو قانون جاكوبي ميثود. طيب لاحظوا بعد مجموعة من الاتريشنز راح نوصل لمرحلة يعطيني القيم الحقيقية لX1 وX2 وX3. وبداية المثال إذا متذكرين ذكرنا أنه X1 قيمتها 2 و X2 قيمتها 1 و X3 قيمتها 1، فهذا المفروض أوصل. طب نفرض أنك وصلت لهاي الإتريشن أنت وحكيت لك أنا إيش الأبسوليوت إيرور وكنت معطيك طبعا الأكتوال إيرور. بكل بساطة بدك تقارن بين القيم الموجودة هون والقيم الموجودة هون، الفرق بينهم بيعطيك الأبسوليوت إيرور. فبالنسبة لX1 الابسولوت ايرور بهاي المرحلة هو 0.004. بالنسبة لX3 الابسولوت ايرور بهاي المرحلة هو عبارة عن 0.038. And that's it. هاي كل الأسئلة اللي ممكن تنسألها عن جاكوبي ميثود. لاحظوا هون احنا كتبناها على شكل معادلات وفهمنا المعادلات كيف تعيد ترتيب المعادلة، وفهمنا بكل مرة كيف لما بدك توجد X1 بدك تعتمد على البريفيوس اتريشن من X2 X3 وهكذا. طيب احنا تعلمنا الماتريسيز،
من تجربتي مع الطلاب في الفصول السابقة الغالبية، كونه احنا شغلنا مانيوال مش كمبيوترايزد، مش قاعدين يعني مفيش كمبيوتر معنا وعندنا البرامج الخاصة ونكتب الشغلة على شكل كود نحسبها مانيوالي، الطلاب غالبا بيميلوا انهم يستخدموا المعادلات، بيشوفوها اوضح وابسط واسهل للتعامل معها. لكن جاكوبي ميثود بقدر امثلها على شكل ماتريسيس، بيحكي لنا لو كان عندي A times X equals B، المعادلات اللي قبل شوي تعاملنا معها، هاي نفس الأرقام الخاصة بالمعادلات اللي تعاملنا معها قبل قليل، نقدر نكتبها على شكل A times X equals B. الآن شو عمل؟ بحكي لك بدي أقسم المعادلة إلى الماتريكس، أي ماتريكس، ماتريكس A الموجودة هون بدي أقسمها لثلاث أجزاء، بدي أمد خط من هون وأحكي تحت هذا الخط بدي أسميها مين؟ بدي أسميها L. طيب بدي أمد خط ثاني فوق المين دياجونال وأعتبر المين دياجونال ماتريكس جديدة وأسميها D وهي الموجودة معي هون. طيب وفوق الخط اللي فوق المين دياجونال برضو أعتبره ماتريكس ثالثة وسميها U. إذن لو الثري ماتريسيز هذول جمعتهم مع بعض راح يرجعوا يعطوني الماتريكس A الأصلية. إذن A هي تكافئ L زائد D زائد U. هاي الجزئية بالنسبة للمواضيع اللي غطيناها يفترض تكون مفهومة جدا عندكم وما فيها أي مشاكل. محمد سلامة بده يحكي، لا يبدو أنها باي مستيك. بعد هيك احنا عندنا A equals L plus D plus U. طب اضرب A في X، معناها بدك تضرب البقية هذول برضو في X، والجواب لازم يكون يساوي ايش؟ يساوي B، لانه A ضرب X احنا بنعرف انها تساوي B، معناتها L زائد D زائد U كلهم ضرب X بيساوي B. طب بعد هيك خد DX خليها موجودة في مكانها وانقل ال L وال U على الجهة الثانية، بتصير ناقص L زائد U في X بلس B، صارت عند B. الآن احسب D inverse وخلي X لوحدها، بتصير X equals minus D inverse في الترم الأول بلس D inverse في الترم الثاني. وإن جنرال عشان تطبقها بشكل iterative method بيصير شكل الماتريسيز xn plus 1 الفيكتور، طبعا احنا هون بنحكي عن فيكتور، بنحكي عن x1 و x2 و x3 مع بعض بصير نشتغل عليهم باي كودينج، لما نحكي عن كود بصير كلهم نشتغل عليهم مع بعض بنفس الوقت. فهذا الفيكتور اللي فيه قيم x1 و x2 و x3 ال n plus 1 iteration هي بتعتمد على ال n iteration من نفس الفيكتور، لكن بالمره الاولى راح اضربه بهاي الماتريسيز minus d inverse times L plus U. وهون بالنسبة لل B vector أنا بضربه بال D inverse matrix، وبكل iteration بيطلع لي الإجابات وبيعطيني إياها. And that's it. هاي نفس Jacobi method in terms of matrices. اللي بيشوف هاي الطريقة مناسبة لو بده يستخدمها بيقدر، اللي بده يستخدم الإكويجنز بيقدر يستخدمها. هون رجع كتب لي اياهم كيف بيكون شكلهم لما بعدل عليهم. هلا احنا كان عندنا two terms بعد ال equals، لاحظوا هون عندي d inverse times b، هذا المقدار فعليا لنفس المثال اللي بين ايدينا هيو، وعندي هون minus d inverse times l plus u، هذا المقدار ايضا هو يكافئ هاي الماتريكس. The procedure we have just described is known as the Jacobi method, also called the method of simultaneous displacements, because each of the equations is simultaneously changed by using the most recent set of x values. هيك بنكون خلصنا الجاكوبي ميثود. الجاوسيدل ميثود حكينا انه في اختلاف بسيط، رح نيجي الآن ونشوف كيف هو.
أو خليني بالأول أرجع المعادلات اللي كانوا معنا هون. الاختلاف ذكرت لكم قبل هيك هو مرتبط بالأن والأن بلس واحد. يعني أنا عندي هون N بلس 1 N بلس 1 N بلس 1. بعد المساواة بكل المعادلات كان دائما يكون عندي هون إيش؟ N. وهون كمان برضو N. وهون أيضا N. طيب فعليا شو اللي صار؟ ليش انتقلنا أو صار موجود جاوس سيدل ميثود؟ جاوس سيدل ميثود بيحكي لك لما أنا آجي أبلش بهذا البروسيجر بحل هاي المسألة وأستخدم بالمعادلة الأولى أستخدم X2 X3 وأحسب منهم الفيرست إتيريشن لX1. تمام؟ طيب بحكي لك الآن أنا بالمعادلة الثانية بالنسبة لX1 أنا عندي منها الفيرست إتيريشن، ليش أرجع أستخدم الزيروث إتيريشن؟ ليش أرجع هون أعوض محل X1 زيرو؟ يعني هو بيحكي لك ما في داعي أستخدم هاي علشان أحسب هاي، بيحكي لي ما هي الفيرست إتيريشن من X1 صارت متاحة فبقدر مباشرة أستخدم هاي. لذلك التعديل اللي عمله بهذا التيرم حكى بديش X1 N، لا بدي أستخدم X1 N بلس 1 اللي أصلاً أنا هون كنت حاسبها وجاهزة، هي اللي بدي أعوضها هون محل X. بالنسبة لـ X3 لسه مش محسوبة، فبالنسبة لـ X3 دخليها نفسها، فـ X3 استخدمها نفسها هون، لكن بالنسبة ل X1 استخدم هاي اللي كانت صارت موجودة استخدمها هون. طيب وبحكي أيضا بالنسبة ل X3 لما بدي أجي أحسبها أنا مثلا الفيرست إتيريشن ل X3 لما بدي أحسبها، هسا الفيرست إتيريشن ل X1 جاهزة والفيرست إتيريشن ل X2 جاهزة، ليش أرجع أستخدم الزيروز؟ فبلا من X1 القديمة وحتى بلا من X2 القديمة، وأنا بالنسبة لـ X3 اللي بدي أحسبها هون بعتمد فيهن على X1 و X2 اللي موجودة بنفس الإتيريشن. لذلك تجد أنه كتب هاي N بلس 1 وكتب هاي N بلس 1، ووجدوا فعلياً هاي الطريقة بتحتاج لـ iterations أقل للوصول للجواب، بسرعة بتصير بشكل أسرع توصل للجواب النهائي بايتريشنز اقل، لانه بكل مره انت بتستخدم الموست ابديتد فاليو لكل فاريبل. يعني انا لما بدي اوجد X2 ما هي X1 N بلس 1 جاهزه، خلص بستخدمها هي، ليش ارجع استخدم القديمه وبطئ حالي بزياده؟ هذا ما تم فعليا تبنيه في الجاوس سايدل ميثود. ابتداء لاحظوا كيف كتبوا الايكويشنز، حكالي أنا لما بدي أحسب للـ X1 الـ iteration N plus 1 لسه ما فيش عندي لا X2 ولا X3 محسوبين من نفس الـ iteration هذا، فبدي أضطر أستخدم من X2 لـ previous iteration ومن X3 previous iteration. طيب مجرد ما انتقلت إلى X2 بدي أحسب الـ iteration N plus 1، طب X1 لنفس الـ iteration له N plus 1 جاهز، بكل بساطة بجيبه وبستخدمه هون نفسه، مش بستخدم البريفيوس، بستخدم من الـ X1 الـ updated value الـ X plus 1. طب بالنسبة لـ X3 لسه مش محسوبة، لسه ما حسبناها، نستخدم البريفيوس iteration اللي هي نفسها. طيب كذلك الأمر بالنسبة لمين؟ بالنسبة للـ X3 X3 لما بدي احسب لها الـ iteration N plus 1. طيب الآن X1 N plus 1 محسوبة، X2 N plus 1 محسوبة، إذن الثنتين مباشرة بقدر أطبقهم هون، بقدر أجيب X1 وأطبقها هون أستخدمها as it is،
وبقدر اجيب اكس 2 اللي طلعت معي هون واطبقها هون. لهيك اذا بتلاحظوا تم كتابه التو تيرمز هذول من نفس الايتريشن اللي فيه اكس 3 اللي بدنا نحسبها. يعني عشان احسب مثلا الفيرست ايتريشن من اكس 3 بستخدم الفيرست ايتريشن من اكس 1 والفيرست ايتريشن من اكس 2. وهي الطريقه فعليا اذا بتلاحظوا هون هي احتاجت لسكست ايتريشن للوصول الى الجواب النهائي. او اذا عدلنا طبعا على القيم هاي زي ما عدلنا بالجاكوبي هي فعليا الفيفث ايتريشن وصلتني للجواب الحقيقي. ذكرنا انه هذول عدلنا عليهم وصاروا عباره عن زيروث ايتريشن وهون 1 ايتريشن وهون 2 ايتريشن وهون 3 ايتريشن او الثيرد ايتريشن عفوا وهون الفورث وهون الفيفث. هذا الأصوب وهذا المفروض تعتمده بالامتحانات. لأنه إحنا بنسمي الإتريشن الموجودة هون بنسميها زيروث إتريشن أو الإنيشيال فاليوز. هذا الاختلاف الوحيد بين جاوس سايدل وجاكوبي ميثود. ميزت جاوس سايدل إنها بتوصلني للحل النهائي بشكل أسرع. طبعا in terms of matrices نقدر نمثل الجاوس سايدل ميثود زي ما عملنا مع الجاكوبي ميثود. نقدر نمثلها in terms of matrices وبطلع معي ريليشن جديده. بهيك بنكون خلصنا chapter 2. اللي عنده اي سؤال او استفسار على كل الماده اللي تم تغطيتها او على الاقل على الماده اللي داخله بالكويز يوم الاحد القادم يوم 12/7 عندنا الكويز على الساعه 6 مساء أنا موجود. بيقدر يبعث لي على الماسنجر، بيقدر يبعث لي على منصة الثريا، بيقدر يبعث لي بأي طريقة. أتمنى التوفيق للجميع، يعطيكم العافية جميعا. وبهيك بتكون انتهت محاضرتنا لليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.